نتابع. ووزارة الداخلية وهيئة وزارة الصحة وهيئة هيئات الإسعاف على الدور الذي قاموا به سواء في وقت حدوث الحادثة أو ما تلاها، خاصة وأن معظم الجرحى الآن في الخارج إلا عدد قليل جدا، و الذي لم يكن في الخارج هو خرج إلى أهله الحمد لله وقد وصل إلى قدر كبير من المعافاة. وأحيي أيضا مرة أخرى رئيس أركان الجيش والجيش ووزارة الداخلية والشرطة القضائية أيضا. أود في هذه المناسبة أن أنوه إلى أن هذه المجموعات أعلنت عن إخلائها وغادرت، ونحن في طور تنفيذ هذا الأمر. بعد الإعلان والمغادرة ستقوم باللجنة بمتابعة الأمر، متابعة المغادرة ومكان التمركز بعد المغادرة ومتابعتها أيضا في ذلك المكان حتى نستبين الأمر من جميع جوانبه ونتابعه. أكدنا لجل من التقينا به من قادة وأفراد هذه الكتائب أن الجيش سيكون مفتوح، باب الجندية مفتوح، باب الدخول في الكلية العسكرية للمؤهلين مفتوح لكل من عملوا في هذه المجموعات، وتتوفر لهم الكفاءة وتتوفر فيهم شروط القبول في الجيش. نؤكد على هذا مرة أخرى حتى يطمئن الجميع إلى هذا الأمر. أيضا ننوه ونهيب بالمواطنين إلى مراعاة السلم المجتمعي وتأكيد روح الإخاء والمحبة بين كافة المواطنين، لأن نحن أحوج ما نكون بعد هذا المراس الذي استمر 3 سنوات أن نستعيد ما بيننا من ود ومن محبة ومن أخوة، لأن بدون هذه هي الزاد الذي دعم الثورة وأوجد اللحمة التي حققت الثورة وانتصرت بها. فنأمل أن يستمر هذا الأمر، ونأمل أيضا من مواطنينا أن يعيشوا بروح الأمل والتفاؤل، لأن من ينظر إلى مسار هذه الثورة وما مرت به من مراحل وانحناءات وتداعيات وارتكاسات، ولكن في لحظة ما يستقيم الأمر وتستمر المسيرة كما حدث عدة مرات، فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أمر يدعو إلى أن نتفائل ونأمل ونعيش بالأمل، ونحن واثقين من لطف الله ومن رحمته ومن رعايته ببركة دماء الشهداء وببركة الصالحين في هذه البلاد وببركة من أصر على أن يرى ليبيا في أفضل حال وعمل من أجل ذلك. ونرجو أيضا من وسائل الإعلام، رغم أن نحن حرية الرأي والتعبير هذه مسألة مهمة ولا نتنازل عنها ولا حكر على حرية الرأي والتعبير ولا حجر، ولكن نحن مجتمع يعني تعرض لهزة كبيرة ولوضعية نفسية تقتضي من الناس أن نرفق ببعضنا البعض، لأن الوضعية التي يتحرك الفعل المحموم الذي يعمل به الإعلام الآن وكأننا في ظروف طبيعية تأثير على عامة الناس وعلى الجمهور تأثير مؤذي في كثير من الأحيان. فنأمل خاصة وأن هذه الإذاعات إذاعات ليبية وإذاعات وطنية وإذاعات قامت مع الثورة، فينبغي أن تكون روح المسؤولية. أمس يعني أديع أن السجل العقاري احترق، سجل مدني احترق، وذهبنا أن يثبت من هذا الأمر وجدنا أنه لم يحترق،
يعني تأكد من الأخبار. أنا أكثر من مرة تأكدت، نحن لسنا ضد أي أحد يتحدث عن أشياء حقيقية وينتقدها، لكن أن الأخبار لا يكون لها أساس من الصح وتداع وتجرى حولها التحاليل والأشياء هذه، فهذه كلها مسائل نأمل أن الناس أن تتجنبها. إحنا في هذا المؤتمر الصحفي جئنا لنؤكد أن إجراءات إخراج الكتائب من طرابلس سائرة على قدم وساق، وسائرة بكيفية جيدة، وأن تجاوب هذه المجموعات تجاوب إيجابي. هذا الأمر سيأخذ وقته حتى ينفذ، بمعنى ليس سيأخذ وقته أن الكتائب التي خرجت بالأمس سترجع، لكن نحن لابد أن نتحقق من هذا الأمر ونتابعه. وهذه الكتائب لها متعلقات ولها مواد موجودة لا نستطيع أن ننقلها في يوم، اليوم احنا بدأنا في العملية وتستمر أيام، ومن هنا إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله سيكون فيه تطور إيجابي كبير وواضح في هذا الموضوع. الشيء اللي نأمله أن لا تتجه الجماهير إلى معسكرات الجيش، معسكرات الجيش ينبغي ألا تذهب إليها الجماهير ولا تدخل إليها، لأنها هذه معسكرات الجيش، والجيش إذا دخل أحد له في معسكرة من حقه أن يدافع عن نفسه، لأن هذه معسكرات للجيش، معسكرات الجيش لا نستطيع أن ننتزعها بين عشية وضحاها. من الأشياء المهمة التي نود أن نشير إليها أن المجتمع المدني له دور مهم، ونتمنى أن المجتمع المدني ينظم نفسه في مجموعات، إذا أراد أن يشارك في الرقابة بمجموعات صغيرة منظمة تدخل مع لجنة التسليم والاستلام إلى المرافق لتتبين أن فعلا هذا الأمر أنجز وعلى أتم وجه. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الموضوع، أتمنى أن يستمر العمل غدا وأن يذهب الناس إلى أعمالهم، لأن الغياب عن العمل سيعطل مصالح الدولة وسيعطل مصالح الناس وسيضر بنا اقتصاديا ضرر كبير. أترك الآن المجال للدكتور علي.